الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace, mercy, blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you, my brothers and sisters. So I'm going to recite Suratul Mulk, inshallah. So please join with me in the recitation of Suratul Mulk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي ينشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم Please raise your hands and make special dua inshallah. آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم زين أخلاقنا بالقرآن العظيم اللهم نفر قلوبنا بالقرآن العظيم يا رب العالمين يا رب السماوات والأرض اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا غفور يا غفار يا الله we praise you يا الله for everything that you have bestowed upon all of us يا رب العالمين يا الله we praise you that you have given us this guidance in the month of Ramadan to recite the Quran to recite Surah Al-Mulk or to listen Surah Al-Mulk يا رب العالمين it is only through your guidance يا الله through your mercy that we are doing all these beautiful things يا الله يا الله please يا رب العالمين if there was any mistake that we made while the recitation of the Holy Quran forgive our mistakes يا الله forgive our shortcomings يا الله grant us the reward for every single letter that we recited يا رب العالمين يا الله يا رب العالمين يا الله bring the nur and the light in our life through the recitation of the Holy Quran يا رب العالمين يا الله bring the baraka and the blessings through the recitation of the Holy Quran يا رب العالمين يا الله يا رب السماوات والأرض يا الله help us to live our life according to the teachings of the Holy Quran يا الله according to the teachings of yours يا رب العالمين teachings of your Habib صلى الله عليه وآله وسلم يا الله remove our difficulties يا الله remove our problems يا الله we are giving you the wasta We are giving you the wasta of this Quran. We are giving you the wasta of this blessed month of Ramadan in which we have revealed the Quran. Ya Rabbul Alameen, forgive our minor and major sins, Ya Allah. Grant Jannatul Firdaus to our loved ones, those who gone beyond, Ya Allah. Help us to prepare ourselves for the grave, Ya Allah, for the life of the hereafter, Ya Allah, Rabbul Alameen, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbul Alameen, Ya Allah. On the day of judgment, Ya Allah, bless us with the blessed intercession of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Allah. Ya Allah, instill in our mind, in our heart, your love and the love of your Habib Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Allah. Ya Rabbul Alameen, bring the happiness and the joy through our family members, Ya Rabbul Alameen. Ya Allah, put the comfort and ease for all of us in this dunya and as well as in the life of the hereafter, Ya Allah. Ya Allah, make our family members, our children, Ya Allah, our siblings, our spouses, Ya Rabbul Alameen, our parents, Ya Allah, our loved ones. Coolness of our eyes and the comfort of our heart, Ya Rabbu Samawati wal Ard. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Qurrata ayun. Waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ان ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. and ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب العالمين. Please, ya Allah, accept our du'as for the sake of your Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Accept our Salatul Tarawih, ya Allah. Accept our Quran. Accept each and everything that we are doing for your sake, for your rida, ya Rabbus Samawati wal Ard. Wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi wa nuri arshihi wa zinati farshihi Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jazakallah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless all of us, help all of us, and accept our du'as. Ameen, ya Rabbul Alameen. Jazakallah for your feedback. Inshallah, Al-Aziz, you can follow me for the recitation of Surah Yasin, inshallah, in the morning, 5:45, inshallah, Al-Aziz. Until then, take care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.